متسارعه وتصاعديه كانت تغطيه النباء التي بدات بمواكبه ذكرى ثوره فبراير 6 بشكل مكثف بالتزامن مع بدء تجهيزات ضخمه لتحديث استوديوهات القناه لتكون الاحدث في شمال افريقيا. وتواصلت التغطيه في مارسا مع انطلاق عمليه سرايا الدفاع عن بنغازي في الهلال النفطي متخذة هدفها إعادة مهجري المدينة إليها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة التي تعود بها قناة النبا لمتابعة عملية العودة إلى بنغازي وآخر مستجداتها. منذ اللحظة الأولى لإعلان العملية واكبت النباء تقدم قوات الثوار في الهلال النفطي بمساندة قوة حرس المنشآت النفطية التي تمكنت في أسبوع واحد من دخول موانئ السدرة ورسلنوف لتقف على مشارف مدينة البريغا أكبر مدن الهلال النفطي. كانت قضية بنغازي بكل تجلياتها ومحطاتها وشخوصها عنوانا رئيسيا في كل ساعة بث لتكون القناة المساندة الرئيسية لهذه القضية وصوتا ومنبرا لثوارها وأهلها المحاصرين والمهجرين منذ انطلاق عملية الكرامة مرورا بالعمليات العسكرية التي شهدتها محاور المدينة وحتى محطة حصار جنفودة عبر نشرتها وبرامجها. أحدثت قناة النبأ زلزالا في الوسط الإعلامي بتغطيتها المكثفة لعملية العودة إلى بنغازي والتي بلغت 10 ساعات متواصلة في يومها الأول فقط لتصبح المصدر الرئيسي لأخبار هذه العملية، كما استضافت خلال هذه التغطية عشرات المحللين السياسيين والعسكريين والقادة من الثوار والأعيان. هذه التغطية التي لم ترق على ما يبدو لمجموعة ظلت مجهولة استغلت فترة فوضى أمنية شهدتها العاصمة لتقتحم حين غرة وفي جنح الليل على طريقة الجبناء مقر النبأ لتعبث في محتوياته قبل أن تقوم بحرقه طابقا طابقا دون أن تدري أن من تحت رماد حريقهم ستنهض نبأ أخرى بعزيمة كاديرها ليواصلوا الرسالة ويمضوا.